الشهداء يشفعون يوم القيامة. هذه الروايات مذكورة في مسند أحمد المجلد الخامس صفحة 43، وفي سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 15، وفي سنن الترمذي المجلد الثالث صفحة 106، وفي سنن ابن ماجه المجلد الثاني صفحة 1443. ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم من الشهداء، ما منا إلا مسموم أو مقتول. الحسين بن علي صلوات الله عليه لا شك أنه من الشهداء، فيكون من الشافعين يوم القيامة.